72 ساعة، لذلك أذهب مباشرة إلى ملعب مختار التتش بالجزيرة مع الزميل العزيز كريم أحمد. كريم مساء الخير عليك، ويبدو من أمامي في الصورة أن التدريب انتهى، طمني على حالة الفريق والاستعدادات وكيف تابعت هذا التدريب، وخاصة أنه ممكن يكون في عناصر جديدة قد يدفع بها بيتس موسيماني في مباراة الطلائع يوم التتش النهاردة. التدريب كنا متعودين التدريب بيكون خمسة، لكن واضح ان بيتسو موسيماني عامل خطة جديدة ليها تدريبات حتى ان شاء الله يوم السبت القادم اللي هو ميعاد مباراة الطلائع الجيش في ختام مسابقة الدوري العام للنادي الاهلي. اكيد حصل على هذه البطولة للموسم الخامس على التوالي. النهاردة كانت جرعة تدريبية قوية جدا زميلي محمد، يمكن بدأ بيتسو موسيماني محاضرته كانت قصيرة جدا النهاردة، يمكن الراجل معودنا ان كل محاضرات بتكون مطولة، لكن النهاردة محاضرته كانت 20 دقيقة، يمكن اتكلم اكيد فيها مع لعيبة النادي الاهلي على امور فنية وتكتيكية طبقت النهاردة في تدريب اليوم. لكن انت عارف في حيره كبيره جدا، ويمكن بيتسو موسيماني يعني محطوط في امر كده. انت عندنا طبعا حمدي فتحي ايقاف وعمرو السوليه ايقاف، وعايز يريح عدد كبير من لعيبه النادي الاهلي، ولسه كمان امر علي معلول لم يتم حسمه، فيمكن الراجل بيشتغل بشكل كبير جدا، صعد عدد كبير من الناشئين، ست لاعبين متواجدين بجانب طبعا فخري وشكري وايضا كمان احمد طارق سليمان في حراسه المرمى. لكن النهارده التدريب كان تدريب مميز جدا، بدا بجرعه تدريبيه خفيفه كده دي كي بي مخطط الاحمال، والتدريب اشتمل كله على الجانب الخططي والجانب التكتيكي لهذه المباراه القادمه، وهي طبعا انت عارف مباراه تحصيل حاصح. لكن بشكل عام الراجل عايز يطمن على اللعيبه، ديانج لسه كمان امره ما اتحسمش، يمكن الراجل عايز يريح عدد كبير جدا يا محمد من كل لعيبه النادي الاهلي. لكن كان في جديه كبيره جدا في تدريب اليوم، يمكن قبل المران ما ينتهي ب 10 دقائق شفنا علي معلول مع سعد سمير مع رامي ربيع. علي معلول بطمنك عليه، يمكن خلاص نقدر نقول 48 ساعه ويبدا يتم الدفع بيه في التدريبات الجماعيه، لكن في تاني كبير جدا يا محمد على علي معلول تحديدا. رامي ربيعه كمان لم يتم حسم امره في المباراه النهائيه في دوري ابطال افريقيا ان هو يكون متواجد او غير متواجد، لكن مع الحاله اللي احنا شفناها النهارده مع رامي ربيعه في التدريب لا نقدر نقول ان شاء الله باذن الله ممكن يبقى ليه دور مع فريق النادي الاهلي. ولسه عندنا وقت التشكيل الاساسي، لكن ممكن يكون متواجد بالظبط، مش هيكون في تواجد في القائمه. كمان سعد سميري عايز اتكلم عليه طبعا، قطع شوط كبير جدا خلال المرحله الماضيه، وخلاص يعني ان شاء الله باذن الله يعني سعد بيقترب بشكل كبير ان هو يخش في التدريبات الجماعيه تدريجيا. لكن بشكل عام محمد كل اللعيبه جاهزه بشكل كبير جدا تدريجيا. النهارده كان التدريب قوي للعيبه، طبعا الشباب عامله تاثير كبير جدا في التمرين، عندهم روح كبيره وعندهم عزيمه وعندهم جديه كبيره جدا. بيتسو موسيماني يمكن حياهم النهارده في التدريبات، الحفاظ طبعا على البعض والحفاظ على اللاعبين في التدخلات كان امر مهم جدا نتكلم عليه بيتسو موسيماني المدير الفني. لكن بشكل عام محمد يعني بتمنى ان شاء الله باذن الله التوليفه والتشكيل ان شاء الله يكون موفق لبيتسو موسيماني مع راحه عدد كبير من اللعيبه، ايمن اشرف قفشه، عدد كبير جدا من اللعيبه يمكن بيحاول بيتسو موسيماني ان هو راحتهم، لكن ان شاء الله باذن الله كل الامور دي تكون مهيئه لفريق النادي الاهلي، ونفرح بقى كلنا ان شاء الله مع رفع بطوله الدرع الدوري العام رقم 42 لكل لعيبه النادي الاهلي. طيب طمني برضو على حاله الشناوي، هل ممكن المباراه القادمه يكون فيه الدفع بعلي لطفي ومعاه كمان احتياطي مصطفى شوبير؟ الشناوي النهارده موجود في التقسيمه، ولا الجهاز بيتعامل كمان تحديدا في مركز حراسه المرمى خلال الفترة اللي جاية؟ لو بكلمك على الشناوي، الحقيقه الشناوي يمكن حيناه التدريب اللي فات وتدريب اليوم كمان النهارده، الشناوي جاهز يعني بنسبه كبيره جدا، لكن من الواضح ان هيكون في تم الدفع بيه علي لطفي او مصطفى شوبير. لكن كالشناوي كحالته البدنيه والذهنيه والفنيه يمكن الراجل جاهز بشكل كبير وبيدرب بكل قوه، كنا متخيلين ان الشناوي هيكون بعيد عن التدريبات الجماعيه او بعيد عن التدريبات اللي فيها شوتينج وفيها كروسات، لكن النهارده واضح ان الشناوي بيعلن جاهزيته بشكل كبير. لكن اكيد طبعا الشناوي مش عايز يبعد عن التدريبات لان فورمه تدريبات مهمه جدا مع المباريات، لكن من الواضح ان يكون في تم الدفع بيه عدد كبير من لعيبه النادي الاهلي على حراسه سواء على حراسه المرمى او ايضا كمان لاعبي الناشئين. لكن بشكل عام يا رب ان شاء الله باذن الله مع مرور الايام في مباراه الوداد باذن الله الشناوي يكون جاهز وكل لعيبه النادي الاهلي يكون جاهزه ان شاء الله. زميلي ان شاء الله زميلي العزيز كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا.